نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. نحو التميز، نحو التميز لكل من يريد التميز في هذا الوطن وفي تلك الأمة، لكل من يقف ليعلم الأبناء في داخل الصف، لكل من يربو أبنائهم، لكل مهتم بشأن هذه الأمة ليضع بصمة في سبيل تحقيق ما نسميه بالتميز المهني والتميز الذي يحمل روح العطاء. ومع العطاء دائما تأتي أكاديمية ملتقى الدارين، هذه الأكاديمية التي تفتح أبوابها تطوعا مجانيا لكل من أراد أن يقدم خدمة لهذه الأمة، بعيدا عن التنطع في الكلمات وبعيدا عن القيل والقال. هنا يأتي الفعل والممارسة الحقيقية من خلال ما نسعى إلى تحقيقه من معرفة، والمعرفة دائما تساهم في توضيح الحقيقة، والحقيقة تبنى على معارف وعلى معلومات حقيقية. وفي غياب المعرفة وحضور التخمين وحضور القيل والقال يكون الجهل ويكون الصدام بين أبناء المجتمع، وهذا لا نريده. وإنما نريد وحدة هذه الأمة من خلال ما نستعرضه وما نقدمه عبر هذه اللوحة وعبر هذا الباب الإلكتروني من خلال هذه الأكاديمية التي يساهم كل منا تطوعا حسبة لله سبحانه وتعالى. أكرر تحياتي وسلامي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا تسليم وإسراء، أهلا وسهلا بسالم، أهلا وسهلا بكل من معنا في الفريق المتميز، أستاذ محسن، أستاذ خولة، أهلا وسهلا بحضراتكم، سعيد بوجودي معكم اليوم ضمن هذه السلسلة. أظن النهاردة اللقاء رقم 11 أظن يعني، وأنا كنت قد طلبت من الدعم أن نسمي اللقاءات، هناك مظلة كبيرة عنوانها نحو التميز للمعلم، ولكن في سياق العناوين الفرعية أحيانا نذهب إلى التخطيط، أحيانا نذهب إلى الأداءات التدريسية، أحيانا نذهب إلى استخدام استراتيجيات معينة. اللقاء الماضي كنت قد بدأت أتحدث مع حضراتكم حول خرائط العقل، حول امتداد ما نسميه بالخرائط المفاهيم، كيف يمكن توظيفها في الحياة، كيف يمكن توظيفها داخل غرفة الصف، كيف يمكن توظيفها في بيئة العمل. ولدينا رائد الخرائط العقلية توني دوزان، هذا الرجل الذي قال عن نفسه أني كنت عندما أجلس في الصف كنت أمسك بالقلم لأسجل ملاحظاتي دون أن أدري ودون أن أعرف ما الذي أفعله، أحيانا كنت أوفق وأحيانا كنت لا أوفق، ثم مع الوقت وعند وصولي إلى المرحلة الجامعية كنت أستخدم مفردات قوامها رسم بؤرة معينة تخرج منها مفاهيم وتخرج منها علاقات ترتبط بالجذر أو بالأصل ومعي الألوان. هذا الرجل حاول وكرر هذه المحاولات حتى بدأ يتضح له أن هذا التناغم بين ما يفعل وبين الوصلات العصبية وبين قدرة العقل على استدعاء المعلومة من خلال رؤية الصورة جعلته يعني يكسر من هذا الأمر ويبدأ يكتب بقى ويقول إن أي طالب يريد أن يستدعي المعلومة عليه أن يرسم، عليه أن ينشئ علاقات، عليه أن يمسك بورقة بيضاء من المنتصف ويبدأ يرسم فيها المحور الذي يريد أن يفرع عنه، ثم بعد ذلك يبدأ بتفريع الأفكار ومن الأفكار الرئيسة إلى الأفكار الفرعية في صورة رسومات
ذات التواءات معينة وذات أشكال ما معينة هنشوفها مع بعض اليوم. أظن أكيد أكيد كل واحد من حضراتكم وكل من يستمع إلى هذا الملف إن شاء الله سيتوجه بالشكر لهذا الرجل الذي يضيف إلى المعرفة جديد. وأتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نوفق في عرض ما هو موجود. وكان يفترض أن يكون معنا أحد الإخوة المعلمين الأستاذ أسامة ليعرض لنا نموذج لهذا التصور من خلال ممارساته التدريسية. لا أعرف إن كان معنا اليوم أم لم يلحق بنا. الأسبوع الماضي اعتذرت لأمور فنية ولأسباب ارتبطت بالجانب يعني الفني، ولهذا أرجعنا الحديث لعله إن شاء الله يلحق بنا. ولكن أنا عارف إن حضراتكم في شوق إلى مشاهدة ومتابعة والنقاش الجميل الرائع اللي أتمنى إنه يظهر من خلال مداخلاتكم ومن خلال ما تكتبونه. خلونا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول بسم الله توكلنا على الله ونذهب إلى الملف. كان يفترض أن أرسل إلى الإخوة بالدعم قبل اللقاء، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله نحاول مع الوقت إنه يتم تحميله. الملف فيه صور كثيرة ويحتاج إلى وقت للإرفاق، وإن شاء الله يتم إرفاقه ونستمتع بهذا الملف الهام والرائع وعن بعد وفي غياب صاحب الجهد الجميل الأستاذة نرمين كمال. ساهمت في إعداد هذا الملف بشكل أساسي وكانت تتعاون معنا في سبيل تجهيز بعض الملفات الخاصة بالجانب التدريسي والجانب التنموي في مجال التنمية البشرية. وأظن أنه هذا الجهد الرائع اللي إن شاء الله يعني نضعه بين أيديكم في الصفحة الخاصة بالدورات، دورات الدكتور صلاح عبد السميع. هذه الصفحة التي أنشأها أحد شباب الأكاديمية الأستاذ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيه ويجازيه خير، أو أحمد على ما أظن، مش فاكر الاسم بالضبط، ولكن هناك صفحة عنوانها دورات الدكتور صلاح عبد السميع، بنضع عليها المادة العلمية وهي تابعة هذه الصفحة مباشرة للأكاديمية، أقصد لمواد الأكاديمية التي قاموا بتسجيلها لي على مدار أكثر من عام ونحن نتجول في قضايا مختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمام الخطاب المعرفي الحقيقي، التواصل الوجداني السوي، وأن ينفع بكل من يشارك معنا في هذه الصفحة وفي هذا الموضوع العام وفي تلك القضايا الهامة. كثير من حضراتكم بيسأل دايما، هو احنا ليه مدرسين ما بيعلموش الطلاب في المدارس هذه التقنيات؟ لماذا لا يقوم المعلم أصلا بامتلاك هذه المهارة، المعلم في التعليم العام والمعلم في التعليم الجامعي، واحنا خطابنا للاثنين مع بعض، وفاقد الشيء لا يعطيه. معلم في التعليم العام إن لم يمتلك هذه المهارة ويتعلم كويس أوي كيف يلخص دروسه وكيف يقرأ وكيف يبسط من خلال توظيف هذه المعرفة الهامة وتبسيطها من خلال رسومات واضحة، أظن في النهاية هتكون هناك إشكالية غموض المفاهيم والمصطلحات على الأبناء في الصف. سؤال مهم جدا، كثير من حضراتكم في المراحل الجامعية يمسك بالقلم الفسفوري والقلم الأحمر أو الأصفر وغيرها من الألوان ليحاول أن يبسط المعلومات، ثم يأتي يوم الاختبار يوم الامتحان يعني، فإذا به يستدعي دلالات اللون،
صح ولا لا؟ تفتكر الألوان مكان مشخبط، مكان بيحط القلم أو القلم في موضع ما معين، يبدأ يفتكر ويستدعي المعلومة، استدعاء المعلومة من خلال اللون. الألوان مهمة جدا، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنت أشير إلى دلالات الألوان، وأظن إنه النت فصل في هذا التوقيت وأنا بتكلم على أو أقرأ دلالات الألوان وأهميتها بالنسبة للعقل وطوارئ تواصل العقل مع اللون وتعامل مع هذا الأمر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ظهرت أمامنا أولى الشرائح. أحبائي الكرام، أتمنى أنها تبقى ظاهرة أمامكم وتدوني علامة بظهور الشاشة الآن أمام حضراتكم. إذا كانت واضحة أمام الدعم ظهرت، الحمد لله. الحمد لله. خريطة العقل، هذا هو توني جوزاب، هذا هو الرجل. التقيت به قدرا في الرياض بالمملكة العربية السعودية في مؤتمر خاص بالجامعات العالمية. هناك ذهبت صدفة والتقيت به في محاضرة، و قد إيه كما قلت من قبل إنه منظم قوي، مرتب جدا في أفكاره، يعمل مع فريق عمل، ودي من الأمور المهمة اللي بنفتقد إليها في واقعنا. دائما نتنافس فيما لا يجب أن نتنافس فيه، نتنافس ظنا منا أن الرزق جاي بالملك يعني، ولا نوقن أن الرزق من عند الله. الناس تختلف في أمور قد لا يجب أن تختلف عليها، وتتفق في أمور أحيانا هي مسلمات. على كل يعني، الرسمة المفرغة اللي أمام حضراتكم دي، الرسمة دي من الوصلات العصبية، ورسم وشكل الوصلات داخل المخ البشري اللي هي دي خضراء. ها؟ صح ولا لا؟ صح؟ طيب هنا بقى ده النموذج اللي احنا بنعمله نوع من المحاكاة. يعني ده الأصل، لما بتقرب بالميكروسكوب وترسم وتطلع بالأشعة الرسومات الخاصة بي، يعني الحاجات الدقيقة جدا 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 في المخ البشري بنصفيه الأيسر والأيمن أو الأيمن والأيسر. وده الرسم اللي احنا بنقول والله ممكن الطالب لو عنده مادة صعبة وفيها مفاهيم كتيرة وفيها اصطلاحات، ولو عنده رؤية وخطة استراتيجية، وحتى الراجل في كتابه توظيف خرائط العقل في العمل، إن شاء الله أحط لكم رابط تحميل الكتاب في نهاية المحاضرة، وفكرونا نشوف يعني، أو مش في نهاية المحاضرة عشان ما نزعجش أنفسنا، نحاول إن إحنا أضع عليكم روابط خريطة العقل وتوظيفها في العمل، وخريطة العقل ككتاب هو ألفه، يعني له أكثر من كتاب حول هذا الموضوع، تطبيقات خرائط العقل في العمل وخريطة العقل نفسها. الرسمة دي زي ما قلنا، الألوان الأخضر والأزرق والأحمر والسماوي ده كده، والألوان اللي أمامنا هي ألوان لها دلالة، كل بعد من دول هيتكتب فيه حاجة، بحيث إنه وقت الاستدعاء تستدعي هذا الأمر بشكل مباشر. لو تفتكروا الأسبوع قبل الماضي ونحن نتحدث، ده شكل بسيط مبسط، هنا هنكتب اللي احنا عايزينه كفكرة رئيسة. انتوا معايا ولا لا؟ نركز، الفكرة الرئيسة، المحور، الجذر، الجذع هيتكتب هنا.
عايزين نتكلم عن إيه؟ نهضة اقتصادية مثلا، محاور التقدم في الجانب ما معين، خصائص الموارد، أهمية كده، التسوق، أي حاجة أساسية هتختارها وتبدأ تخرج منها الفروع، وكل فرع تديله دلالة برسمة ما معينة توحي لك بال يعني الكلمة اللي هتتسجل فوق كل فرع منه. والوقت الحمد لله في موقع على النت وعلى اليوتيوب بيديك روابط تحميل برنامج الخريطة العقلية. بتحمل البرنامج وتبدأ ترسم انت الخريطة، بس طبعا قبل ما ترسمها الكتروني وبتكتب فيها بقى بالانجليزي بأي لغة او باللغة العربية، لازم تجيب ورق بيضة وتكتب الأول عليها عشان تترجم ما كتبته بخط إيدك في الورقة وتحوله إلى رسم إلكتروني. يبقى إذا بداية بتبدأ منين يا أستاذة تسنيم؟ تبدأ منين؟ من الورق الأبيض والأقلام اللي معاك، قلم الرصاص أو الأقلام الملونة. وبعدين بعد ما نرسم الكلام ده ونكون قاريين الموضوع كويس قوي، اكتب اولا على الورقه وبعدين اعيد هذه الترجمه الى يعني نفس الشكل، اعمله بقى بصوره جميله بقى الكترونيه، والالوان زي ما انتم شايفين شكلها رائع جدا جدا جدا. وهتلاقوا في عيب، ما ينفعش اعمل الخط ده افقي، ها كده خطوط، ده خطأ في الخريطة يا سالم. من الملاحظات في الخرائط لما هنيجي بعد كده إن شاء الله في معايير الرسم، ما ينفعش أعمل الخط ده كده عدل كده، لا لازم يمشي بالميلان الجميل ده كده، كأنها ورود نايمة، كأنها أغصان نايمة، كأنها حاجة الالتواء ده والزوايا اللي موجودة دي مطلوبة جدا في بناء ورسم الخريطة. ماشي الحال؟ اهلا استاذ ابراهيم. فانك تعمل التعرجات اللي فيها دي، فده امر مهم جدا جدا. طبعا انا نفسي وانا ما كنتش اعرف كان ممكن جدا اعمل خط افقي كده كده خطوط، بحيث ان الخريطه تبان كانها حاجه جامده قوي قوي يا استاذ، حاجه ناشفه كده ما تنفعش، لا لازم يبقى فيها ليونه تشبه ليونه الوصلات. ده ما يكون زي الأعصاب الموجودة في العقل. أشكرك شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا، وأنا بقرأ وأنتم بتقرأوا وبنستفيد من بعض، وفي النهاية هو علم ينتفع به إن شاء الله. المهم ننفذ الكلام ده. هي جولة ممتعة وجولة ماتعة ورائعة. ده شكل مفرغ زي ما أنتم شايفين طبعا متابعين. الورد هنا، الوردة هنا لها دلالة أكيد، السيارة هنا لها دلالة طبعا. انت حسب نوع الموضوع بتبدا توظف له، والكلام ده على فكره موجود في البرنامج، موجود في البرنامج رسومات، وهتروح تختار من الرسومات والاشكال اللي يتناسب مع الموضوع اللي انت شغال فيه، وتسكنها في مكانها وتعمل اخراج للبتاع وتعمل سيف از بدلاله البي دي اف او دلاله الجي بي جي او الصوره، تحفظ المنتج بتاعك كصوره او كبي دي اف، وتبقى معاك عندك كتاب عايز تلخصه في كام خريطة بتلخصه وتعمل برينت وتطبعها او تحطها على صفحة. فبالتالي الموضوع ده مش مفيد بس للمعلمين، انما مفيد للطلبة ومفيد للناس في الحياة في اي حد. توني كوزان بيقول انا جابوني كمستشار لمشروع الإعمار في نيويورك بعد حادث 11 اللي هو بتاع حادث 11 سبتمبر ده، انهيار الأبراج والتبديرات اللي اتعملت دي ولا اللي عملوها في أمريكا. فجابوه عشان يقعد مع الراجل اللي أعاد تصميم الخريطة الجغرافية للمكان. فهو قعد معاه وبقول الراجل جه نفسه اللي هو الراجل ده، اسف يعني بي 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 هو بيستشهد توني بوزان بان الراجل ده نفسه وهو جاي جايب معاه خريطه عقد لتخطيط المكان.
هو توني بوزان في كتابه بيستشهد بان الراجل ده جاب خريطة عقل للمكان، وبعدين بيقول عن نفسه انه في بعض المواطن كخبير خدوه، وكان دائما يسأل الشخص الذي يريد ان يخطط، قل لي وجهة نظرك ايه، وانت عايز ايه، وعملت ايه، وريني انت عملت ايه، فيقارن بما سيسمعه والى ايه وجهات النظر متقاربة. على كل دي الرسمة، يعني الشكل العام، دائما هناك بؤرة ثم يخرج منها فروع، وهتلاقوا انتوا بتطبقوا ده في البرنامج اللي موجود ان شاء الله ومتاح، سهل جدا ان انت بتقف بالماوس وتشد الخط اللي انت عايزه باللون اللي انت عايزه كمان في الفيرجن الحديث. كان الاول الالوان انت اللي بتحطها، دلوقتي هو نفسه بيديك لون مختلف، الفيرجن الحديث لخريطة العقل. وممكن بعض حضراتكم اللي عايز يشتريها بيروح على موقع توني بوزان ويراسله ويطلب البرنامج مجاني، يعني بالشراء، معرفش بكام دولار، ب 20 ولا 30، المهم انه بيشتريه. لما تدخل على الصفحة هناك برنامج. هنا المخ هو عامله الأرضية هنا على إنها المخ، وخريطة العقل، وكاتب لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إلى آخره، يعني من أرقام، وتبدأ تشتغل وتمشي في هذا السياق. الجميل هنا دي الخريطة بتاعتها، خريطة بتاعتها، خريطة الموضوعات. وأنا أظن قلت لكم المرة اللي فاتت مش هنحاول نجهد نفسنا ونجري، لازم نستفيد، صح يا استاذ سالم؟ وجزء من الاستفاده لازم نعمل تطبيقات. الموضوع ده ان شاء الله ياخد 5 دقائق، ان شاء الله ياخد 10، ان شاء الله نقعد فيه كذا يوم كذا مره. العبره مش ان احنا ننهي موضوعات ونقول اتكلمنا عن خرائط العقل، خرائط العقل دي حاجه كويس، والناس اصلا فقدت عقولها، والناس اصلا مش عارفه توظف عقلها، وبيتم استعمائها واستغبائها. مش ما ينفعش، لازم العبره بالاستفاده. اشكرك شكرا جزيلا. فاذا خريطه جميله قوي عن الموضوع، نشاتها، تعريفها، الذاكره وعلاقتها بخرائط العقل، ما العقل، مكونات الخريطة، قوانين الخريطة، خطوات إعداد الخريطة، استخدامات الخريطة، ثم فن الاستنكار مع خريطة العقل، وأخيرا فوائدها. ونتمنى لكم حظا موفقا مع فوائد هذه الخريطة بالتطبيقات العملية. إيه رأيكم بالرسمة الجميلة دي؟ تستاهل نقف قدامها؟ تستاهل نقف قدامها؟ تستاهل نقف قدامها ونبص لها كده ونتأمل ليها. اللون الأحمر والأزرق والموف والأزرق السماوي والأصفر إلى آخره، يعني الألوان الجميلة دي ملفتة. نفس الوقت الدايوجرام بتاعها، لو في فنان معانا وناس يحس كده بإنه في حاجة بسيطة كده، بسيطة، مفيش تعقيد، نوع من البساطة في عرض ورسم الخريطة. ولا ايه رأيكم؟ طيب طبعا الصورة اللي أمام حضراتكم دي صورة معبرة جدا، صاحبنا ده وده، ها؟ حلو ووحش، ها؟ حلو ووحش، ولا الطريقة التي نفكر بها هي التي تجعل الشيء نفسه إما سيء أو جيد. الكلام ده كلام شكسبير، شفتوا بقى إزاي؟ ممكن تنقلها وممكن تحطها قدامك كده. لا يوجد هناك شيء جيد وآخر سيء، ولكن الطريقة التي نفكر بها
التي تجعل الشيء نفسه إما سيء أو جيد، طريقة تفكيرك. حلو، وحش، سيء، جيد، هو شيء واحد، بس ده بيوصله على إنه وحش وده بيوصله على إنه حلو. الفرق ما بين الاثنين طريقة التفكير. ولهذا بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ جميل. راجل مبتسم هوا وطلته أو البصة نفسها فيها نوع من التفاؤل. فبيقول هو توني بوزان، بيقول: الخريطة غيرت حياتي جذريا إلى الأفضل، وقادرة على تغيير حياة أي شخص آخر. مبالغة في الكلام ده؟ في مبالغة يعني ولا إيه؟ في مبالغة يا أستاذ إبراهيم، أستاذ محسن، في مبالغة في الكلام ده ولا هي العبرة بالتطبيق والممارسة؟ ها؟ العبرة بإيه؟ يا فردوس، يا خولة، ها؟ شاركوا معانا، ما تقعدوش ورا الميكروفون كده ونسمع وخلاص يعني. فردوس، العبرة بالتطبيق. يعني هو بيقول لي غيرت حياته هو، هل بالفعل قادرة على إنها تغير حياة أي شخص آخر إذا أراد ذلك، إذا أراد أن يطبق؟ لأنه في كتابه قراءة العقل وتوظيفها في بيئة العمل، وعمل تطبيقات في البيت وفي ال آه لم يتم لم نستخدمها في مصر. أكيد، أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة. أنا يعني بحب الناس اللي هي يعني إيه، ما لا تقف خلف الميكروفون صامتة، وإن كان صمتهم نحترمه وهم بيحبوا مركزين وبيسمعوا ويشوف هل في جديد ولا لأ، ولكن جزء من التدريس الفعال أو جزء من الحوار الفعال إن أنتوا تشاركوا معانا وتكتبوا. كل ما يكتب أنا أقرأه، وبالتالي مهم جدا إن إحنا نشير إلى هذا الأمر. الصوت منخفض، صوتي أنا منخفض، أنا صوتي عالي جدا على فكرة. لو الدعم الصوت عنده منخفض يقول. ها؟ الصوت منخفض جدا. الصوت أنا معلي صوتي جدا ورافع الميكروفون جدا. ها؟ أنت علي الصوت عندك أنت. تسنيم قالت الصوت كويس عندي، وسالم قال الصوت كويس عندي. انت علي الصوت عندك، عند حضرتك. الدعم لو معانا يقول لها تعمل ايه. جيد، هنقول ايه؟ الصوت كويس. طيب، انا طبعا قريب جدا من اللاب وصوتي عالي وشايف التردد امامي، فلو في إشكالية في الصوت كانت ظهرت عند بقية الإخوة يعني. طيب، فعظيم، حاول تعلي من عندك. فإذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، اللي ناوي إنه يغير في ضوء ممارسات تطبيقية أكيد هيجد الأفضل والأحسن. وهذا الرجل بيقول أنا لقيت الأفضل والأحسن من خلال توظيف الخريطة العقلية في حياتي وفي عملي وفي دراسته. وقال إنه مر بأكثر من تجربة في موضوع الدراسة، كان الأول بيشخبط أي كلام كده فما كانش فاهم، وبعد كده بدأ يعني يوظفها توظيف جيد. طيب، توني بوزان مثال للتميز، كيف أصبح العظماء من خلال رؤية واضحة، من خلال تفاؤل، كانوا أكثر تفاؤلا، كانوا أكثر تركيزا، لم يتقبلوا الرسائل السلبية من مدرسين أصابوهم بالإحباط وهم صغار وهم كبار وهم في الجامعة، لم يفقدوا الثقة بالنفس، لم يسقطوا كلمة فشل من أسقطوا كلمة فشل من قاموسهم، مفيش حاجة اسمها فاشل.
في حاجة اسمها مثابر، مصابر لديه قدرة على الصبر، لديه قدرة على المواجهة، مثابر يحقق حلم المستقبل. هؤلاء الذين أصبحوا عظماء لديهم رؤية واضحة، متفائلين، أكثر تركيز، لا يتقبلوا الرسائل السلبية، أنت فاشل، أنت مش نافع، أنت ضيعة خلاص، أنت ما فيش وقت فايدة، ما مش نافع، اوعي تفكري ان انت تحصلي على كذا، لن تحصلي لانك ضعيفة التحصيل، ضعيفة التركيز، ليس لديك القدرة على المواجهة. هذه الرسائل السلبية، هؤلاء العظماء الذين تميزوا في حياتهم قالوا ما تركز عليه وما ستحصل عليه. والمثابرة هنا مستخدم اللمبة كالإضاءة عشان تديك الدلالة والإشعاع. مثابر يحقق حلم المستقبل. إيه رأيكم في الخريطة دي؟ ها؟ رأيكم إيه في الخريطة البسيطة دي؟ ها؟ أنت ممكن تقول كده، ماذا أريد لنفسي في النص، في المنتصف يا أستاذ محسن؟ في المنتصف، ماذا أريد لنفسي؟ وتبدأ تطلع وتفرع بقى، أريد على المستوى الشخصي، أريد على المستوى المهني، أريد على المستوى كذا. أهم حاجة عدم الاهتمام بالرسائل السلبية، لأنها كثيرة جدا، كثيرة جدا من المحيطين، كثيرة جدا من النفس أحيانا، كثيرة جدا من المجتمع ومن الإعلام للأسف الشديد، ومن الواقع المدرسي والجامعي، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة أوي في هذا الأمر. محيط العمل حتى مليء بالرسائل السلبية، المتميز هو أكثر الناس الذين توجه لهم رسائل سلبية، متميزين في بيئة العمل، أكثر الناس الذين يتعرضون لحقد دائما هم الذين يسعون إلى البذل وإلى العطاء، وتأتي من النفس ومن من حولك، الاثنين مع بعض، تيجي من هنا ومن هنا، بس البيئة الخارجية أحيانا تساهم في التأثير على مسألة الثقة بالنفس. إيه رأيكم؟ واضح؟ هتلاحظوا في البرنامج ده أو في المحاضرات دي، هتلاقوا في جزء بنتكلم فيه على الخطاب النفسي والخطاب الوجداني ومهارات الحياة والثقة بالنفس، والحديث عن المحور الرئيسي وهو توظيف الخريطة العقل. أستاذ سالم بيقول لك توماس إديسون فشل في محاولات عمل المصباح ما يقرب من 1000 مرة، ولكنه لم يستسلم، استمر مرات ومرات. تخيل بقى اللي بيفشل مرة يعني يزهق، ما تزهقش، اوعى تزهق، لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله. جميل، النموذج ده حلو قوي. هؤلاء الذين تميزوا، محمد علي كلايد أعظم رياضي ملاكمة في القرن، الوزن الثقيل ولا كده، في القرن العشرين، لعب الملاكمة، بيقول لو كان قد لعب الملاكمة بنفس طريقة أي ملاكم قبله، ما كان قد تميز أو تذكر ما في عقولنا حتى الآن. مسألة المحاكاة والتقليد، لو لعب زي ما غيره لعب بنفس الآليات، بنفس الطريقة، عمره ما كان نجح على الحلبة في أن يسقط خصمه. شفت بقى الكلام؟ يبقى إذن يجب أن تبحث عن ما هو جديد، ويجب أن تبحث عن آليات جديدة للدفاع عن النفس، وآليات جديدة عن لمواجهة الآخر، الآخر الذي يريد أن يكيد لك، الآخر الذي يريد أن يفحر لك ويرميك في حفرة، الآخر الذي يريد أن يستبق إلى صناعة الأحداث السلبية عشان في النهاية ينال هو القسط الأوفر ويستولي على المشهد التعليمي التربوي، المشهد المجتمعي، المشهد الرياضي. عليك أن تبحث عن آليات لمواجهة الآخر، استباقه وعدم اتباع
لا تكون أنت دائما رد الفعل في الفهم والوعي، بل عليك أن تكون أنت الفعل في الفهم والوعي. هكذا حاول هذا الرجل أن يكون محمد علي كلاي. عارفينه ولا لا؟ ها؟ عارفينه يعني؟ طيب عارفينه كويس. توني بوزان أو توني بوزان إنجليزي، راجل إنجليزي يعني، عارفينه إنجليزي، معروف بأنه أستاذ الذاكرة ومنسق وواضع خرائط العقل التي تعد أداة التفكير لتقوية الذاكرة في زمن وفي واقع غابت فيه الذاكرة، ويعتبر رائدا في هذا المجال على مدار 500 سنة. شفت بقى الكلام؟ يعني لمن لا يعرف توني بوزان، أول مرة يسمع عنه مين فيكم؟ ها؟ مين معانا أول مرة يسمع الاسم ده؟ بسرعة، ها؟ يا خولة، أول مرة، عظيم، وتسليم أول مرة أعرف، والله أنا مبسوط جدا إنكم أنتوا بتقولوا أول مرة تعرفوه، ده أنا مفكر إن أنتوا إيه أساتذة بقى وعارفينه وكده يعني. سالم سمعت قبل ذلك، طب عظيم، أديني هأضيف لكم واحد أولا، علينا أن نعرف. لا سمعت له، وتقروا له بقى كمان، تقروا له لما تخلصوا كده، تروح على جوجل أو أي محرك بحث وتكتب كتب توني بوزان، كتب توني بوزان، له كتب في الذكاء البدني، وله كتب في خرائط العقل واستخدامها وتوظيفها والذاكرة وكيف تجعل ذاكرتك قوية وكيف تتعامل، يعني له أكثر من كتاب رائع يمكن لحضراتكم إن أنت تستعين بيها وتقراها، وكما قلنا يعني متخصص قوي في هذا الأمر. طيب له 82 كتاب عن علوم الذاكرة والعقل والتعلم، أشهرها خرائط العقل واستخدم عقلك واستخدم ذاكرتك. يبقى أهم كتب توني بوزان إيه؟ نكتب كده كل واحد في جوجل يكتب كتاب، اسم كتاب من دي، مش أنا بقى أدير الحوار. يلا نطمئن على الثقافة العامة للصف بتاعنا، كل واحد يكتب كتاب من كتاب من الأسماء يمكن لحضراتكم إن أنت تستعين بيها وتقراها، وكما قلنا يعني متخصص قوي في هذا الأمر. طيب له 82 كتاب عن علوم الذاكرة والعقل والتعلم، أشهرها خرائط العقل واستخدم عقلك واستخدم ذاكرتك. يبقى أهم كتب توني بوزان إيه؟ نكتب كده كل واحد في جوجل يكتب كتاب، اسم كتاب، مش أنا بقى أدير الحوار. يلا نطمئن على الثقافة العامة للصف بتاعنا، كل واحد يكتب كتاب من كتاب من الأسماء اللي سمعها الآن. استخدم عقلك، شكرا يا تسنيم. ها خولة، فردوس، فردوس، خرائط العقل، كويس، فردوس، استخدم ذاكرتك، وغيرها كثير جدا. طيب هذه أهم الكتب، أهم الكتب كثيرة جدا ومتنوعة ومتشعبة، ربما أكثرها شهرة كما نرى خرائط العقل بشكل أساسي وتوظيفها في بيئة العمل. توني بوزان، خرائط العقل، هذا غلاف الكتاب في اللغة الإنجليزية. إن شاء الله يا تسنيم، إن شاء الله، إن شاء الله نضعه على الصفحة في دورات الدكتور صلاح أبو السميع، وأظن الدعم
هيحط لكم الرابط بتاع الدورات مع نهاية اللقاء إن شاء الله. وجزا الله خيرا من قام على إعداد هذا الأمر وتعب عليه أوي أوي الأستاذة نرمين كمان. ادعوا لها يعني، قولوا آمين جميعا. خرائط العقل، قوة الذكاء الروحي، قوة الذكاء الجسدي، خرائط العقل للأطفال. حلو، الطفل الذكي، القراءة السريعة، قوة الذكاء الإبداعي، العقل أولا. شفت بقى إزاي؟ كلها متناغمة ومترابطة مع بعض، وفي النهاية هو شغال على الذاكرة. المخ منظم، واضح الكلام ده؟ طيب عشان ما ننساش يعني، السؤال يعني ايه خريطة العقل؟ ماذا نعني؟ مكتبة منظمة، الحاجة اللي قاعدة على المكتب دي، ها شفتوا منظرها؟ وفوقيها كومة وفوق دماغها، وتحت على الأرض غطسانة في وسط الأوراق، مفيش تنظيم هنا خالص. وبعدين هنا كل شيء مسكن مكانه، مترتب مكانه، هي مكتبة منظمة. يبقى هي إيه؟ هي إيه؟ يا محسن، أستاذ محسن، مكتبة منظمة، ده أحد التعريفات يعني، أحد تعريفات أنها مكتبة منظمة. طيب، يلا أنا مبسوط منكم جدا، تنظيم العقل. أيوه، هي كخريطة الطريق تماما، خلاص خريطة الطريق واضحة، خريطة الطريق صادقة، خريطة طريق معبرة، خريطة طريق نصنعها بأنفسنا، خريطة العقل وخريطة الطريق. الله، شفت الميادين منظمة ازاي؟ شفت الإشارات كل حاجة في مكانها ازاي؟ شفت؟ هي دي بقى خريطة طريق نصنعها بأنفسنا، لا تصنع لنا ولكن نصنعها بأنفسنا بشكل منظم واضح، كل له مساره وكل يسير بلا تعدي على حقوقه ولا إخلال بواجباته والتزاماته. حلو كده؟ حلو، والحدق يفهم. خريطة جميلة وفيها دوارة هو، وتمشي بقى إيه تسليم بالعربية بتاعتها، تقعد بقى إيه تلف كده مع العربية، يعني تلف. في ناس تحب تقعد تلف في الصينية، تقول له بتعمل إيه؟ يقول لك أنا مبسوط إن أنا بلف كده، الدنيا فاضية وأنا مبسوط. يا ابني يلا روح حتة، يقول لك لا لا خلينا نلف، أنا فرحان والعربية إيه عمالة بتحود كده. هنقضيها لف هنا يعني ولا هنمشي على طول؟ لا، الناس اللي عمالة تلف هنا واقفة مش عايزة تتحرك، دي ناس يا إما بيستعبط على اللي حواليه، يا إما فاضي وعايز يوقف المراكب السايقة. إحنا مش عايزين اللي عمال يلف حوالين نفسه وقافل على الناس الطرق، إحنا عايزين اللي على طول كل واحد ياخد طريقه، اتكل على الله، طريق السلام يمشي عشان الدنيا تمشي. كده ولا ايه؟ خريطة الطريق تمام، يبقى مكتبة منظمة، خريطة الطريق، بعدين ايه؟ اذا هي الله جميل، الجهاز الفائق لاسترجاع البيانات والوصول إليها والموجود بالمكتبة الضخمة الموجودة في ذهنك. في مكتبة ضخمة جدا، نتيجة القراءات ونتيجة التلخيص ونتيجة البتاع والفهرسة والكتابة،
كمبيوتر أعظم 1000 مرة من كمبيوتر اللي أمامنا ده. لو البني آدم عرف كيف يوظف، ولقى مؤسسة ولقى دولة تدفعه إلى توظيف هذا المخ البشري عشان ما يقعدش على القهاوي ويمشي في الشوارع ويطلعوا أطفال شوارع ويطلعوا مشردين، يلاقي ناس تحتويه، يلاقي ناس توظف إمكاناته، تلاقي هنا ورش إعداد وتجميع سيارات، وهنا ورش إعداد وتجميع كمبيوترات، وهنا ورش إعداد حاجات في السوفت وير، وهنا حاجات في كده، وهنا حاجات طبية، وهنا حاجات هندسية، وهنا حاجات كهربائية، وهنا حاجات زراعية، وهنا حاجات تجارية، وناس بتشتغل ومنظمة، وكل واحد عارف هو بيعمل إيه، وكل واحد موظف قدراته وطاقاته الإبداعية في خدمة مجتمعه، ما يبقاش عاطل باطل ويمشي على الطرق يبص للأراضي واسعة وفاضية ومش لاقي نفسه شقة، ولا لاقي نفسه مكان، ولا عارف هو رايح فين وجاي منين وليه اتخرج وليه قعد بره دون عمل. كل هذا لغياب هذه الخريطة وغياب عدم توظيف المكتبة الضخمة. إذا كان عندنا مكتبات أصلا في المخ مرتبة ومفهرسة، مش كده ولا إيه؟ طيب حلوة أوي الرسمة دي، عجباني أوي أوي، عشان كده أنا لازم أشجعها وأشجعكم، يعني أقعد كده، مش لازم أشجعكم عشان الناس تبقى معانا كده ومبسوطة، وأنا مبسوط منكم جدا أهو. أنتوا ناس جميلة، لا وضحى وأحمد وقاسم ومريم ربيع، زيك يا مريم وأسامة، ولا مين ده؟ آه شفت بقى إزاي؟ هو ده اللي إحنا عايزينه، آه هو ده اللي إحنا عايزينه، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. فالكلام ده كلام مهم جدا جدا جدا. هتلاقي أيضا حاجة في غاية الأهمية، هي إيه بقى؟ تعريف يعني، مكتبة، خريطة طريق، رصيد نستعيد منه بشكل منظم، أداة تستطيع تحويل قائمة طويلة من المعلومات التي تبعث الملل إلى شكل بيان منظم يبعث على البهجة ويسهل تخزينه في الذاكرة. ده من أجمل ما يمكن. تفضلي 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 في أمان الله. أداة أداة بتلخص معلومات كثيرة جدا. الناس اللي بتذاكر بيولوجي، الناس اللي بتذاكر فيزياء بتاع ده فيزياء، ولا علوم بيئة، ولا بتلخص تاريخ أو جغرافيا أو لغة، سهل جدا. أو في أمور حياتية، شراء وبيع، أو بيحط خطة معينة أسبوعية أو شهرية أو سنوية، يستطيع أن يلخص كل ذلك من خلال خريطة العقل، صح؟ بشكل بياني منظم يبعث على البهجة ويسهل تخزينه في الذاكرة. ده تعريف رائع وجميل. واضح ان احنا محتاجين، نعم محتاجين حلقات كتيرة قوي في هذا الموضوع، لان انا عايز كل اللي بيشاركوا معايا يعملوا لنا تطبيقات على هذه الخريطة الذهنية. ولو عملت لنا تطبيقات واشتغلت كويس قوي، والله ممكن نمنحكوا شهادة في هذا الموضوع، في هذا البرنامج بالذات. لأنه هو برنامج تطبيقي في جزء مهم نظري، وبعدين الجزء الأهم هو التطبيق. مهم قوي. كل واحد بقى يعمل لنا كده نسخة خاصة بيه، مشروع عمل، مشروع عمل. بعد ما تخلص وتسمع الكلام ده وتمشي كده تاتا تاتا كده لحد ما توصل للخطوات بتاعتها، تبدأ تطبق وتعمل شيء مبسط بتاعك انت، اعداد واخراج فلان او فلان، وتبعته او تحطه على الصفحة بتاع الدورات، ونبدأ يعني نقول ان الناس
عملت هذا الجزء بشكل إيجابي قوي ونجحت في تنفيذه. طبعا، امال ايه؟ امال ايه؟ الاساتذه بقى في مجال التكنولوجيا التعليم بيعلموا الناس وبيخلوهم يعملوا مشروعات عمل وتطبيقات عشان نشوف الى اي مدى اثر هذا الكلام على اتجاهاتهم نحو انفسهم ونحو المهنه بتاعتهم وكفاءتهم. امال ايه؟ امال ايه؟ على جوجل هتكتب الخريطة، برنامج الخريطة الذهنية، تكتب الخريطة الذهنية، برنامج الخريطة الذهنية إن شاء الله هينزل، تحمله وتبدأوا تستخدموه. وفي ناس تنزله بالكراك بتاعه اللي هي الفيرجن القديم 5 و4، ما اعرفش فيرجن 6 طبعا، ما اعرفش له الكراك ولا لا. المهم ان انت تنزله، وفي ناس بتبقى بتشتريه مباشرة من الموقع بتاع توني بوزان، لان هو الراجل تعب على الحاجة بتتباع عشان ده حقه، حقوق الملكية الفكرية له. ولو لقيته على جوجل نزله استخدمه، وهو نفسه بيسمح لك ان انت تستخدم اخر فيرجن حوالي 15 او 30 يوم مجانا يعني، تجربه وبعد كده تبعت تشتريه يبقى عندك النسخة بتاعتك. كل ما يحصل فيها تطوير هو يبعت لك التطوير وما تشتريش تاني يعني كده. ما انا بقول لك توني بوزان، اكتب توني بوزان بعد الحلقة على الصفحة. ان شاء الله هو له موقعه ومعروف، اول ما تفتحه في محرك البحث هتلاقي الصفحه قدامك فيها كل الحديث عن الخريطه واهميتها وملامحها وبتاع مش عارف ايه، وبعدين باللغه الانجليزيه طبعا، وبعدين يقول لك الفيرجن الجديد فيرجن كذا. انت مش فاهم، مش فاهم ايه ان جي ولا معرفش، حد مش كاتب اسمه. طيب انا مش فاهم، طيب انا مش فاهم، مش فاهم ايه؟ مش فاهم، خليك معانا افهم، افهم كلامنا وبعدين هنقول الموقع اللي هتنزله منه البرنامج اللي تقدر تمسك الماوس وتعمل لنفسك خريطة عقل. بشكلك لسه داخل او شكلك لسه داخلة معانا الحلقة الان، اللي لسه داخل الان ومش متابع من الاول ما بدأنا يخليه معانا. احنا الان بس على الهامش بنتكلم على حد من الشباب، او ابراهيم ولا مين، مين سالم، بيقول قصة اكتشافه. هنقول الكلام ده يا استاذ سالم. لاحظ توني بوزان وهو في سن المراهقة مزين ومشوش، وانه لا يستفيد من الملحوظات التي دونها، فبدأ باستخدام الالوان، الكلام اللي انا قلته في البداية، في كتابة الملحوظات، فلاحظ تحسنا في قدرات ذاكرته، ثم بدأ يبحث عن علاقة الالوان بالذاكرة، ولقى ان هناك صله قويه بين الالوان وترسيخ المعلومات في الذاكره. انا عايز الاخ او الاخت الاتش جي ولا ان جي، ده ان جي مين معرفش، ان جي يا ريت تبقى تكتب اسمك يعني، او كل واحد يعني، عشان نتعامل مع الاسامي. ما احب اقرا ابقى قارئ اسم، حط اسم حركي او اسم يعني. يا ريت يا ريت، انا يعني انا ما اعرفش ايه اللي يخلي الناس تكتب اسامي حركيه يعني، في ايه؟ احنا لا بنتكلم في شفرات ولا بنتكلم في اطار استخباراتي، ولا احنا يعني ناس ما يعني خلاص، هو ابدت حسن النيه او ابدى حسن النيه. ان شاء الله بقى بعدين الدعم يبقى يقول ازاي تغير الاسم وقت دخولك. خليك معانا، وبعدين ان شاء الله في نهايه المحاضره يا جماعه في الدعم، الله يكرمكم يا مريم، ابقي بلغيهم ازاي يغيروا الاسامي. هبقى اسيبك كده معاهم 5 دقائق تقولي لهم ازاي يدخل باسم صريح. انا بصراحه بنزعج جدا من اللي داخل لي بحروف غريبه كاننا بالفعل داخل مؤسسه مخابرات. احنا في حقل علمي شعاره الصراحه. أنا صلاح عبد السميع عبد الرازق، صفحتي تحمل اسمي،
بياناتي تحمل اسمي، صورتي هي صورتي أنا وليست صورة آخر، كلامي وصوتي هو صوتي أنا، محاضراتي على اليوتيوب هي بتاعتي أنا، ليس هناك ما أخفيه عن أحد نهائي في أي كلمة، كل كلمة بقولها أنا بتحمل مسؤوليتها. صح؟ أنا مش بكلم إن جي الآن، أنا بكلم بشكل عام يعني. أنت منورنا أو منورانا، ربنا يحفظك. خلونا بقى إيه؟ نكمل تمر عملية التذكر بثلاث مراحل، لأن الموضوع حلو جدا جدا وبجد والله العظيم يعني، لازم نركز، ركز كويس قوي قوي قوي. الإخراج رائع والعمل متعوب عليه قوي، والقضية مهمة، مش مهمة للطلبة بس ولا للمعلمين فقط، وإنما مهمة لكل الناس، أي حد في أي مكان مهم جدا له هذا الكلام. بيقول لك لما تيجي تفتكر حاجة لكل من له عقل. نعم، لما تيجي تعمل حاجة، لما تيجي تفتكر، التذكر بيمر بثلاث مراحل. اللي بينسوا كتير واللي ما بينسوش، هو في حد عادش بينسى يا تسنيم؟ هو يعني يلا ربنا يتولانا برحمته. هذا الباب اهون، معلومه تدخل للعقل، فتح الباب دخلت المعلومه الدماغ، استقرت واتخزنت في الدماغ، ترتبت اتأرشفت اهو، اتحطت اهي فوق بعضيها كده زي المخزن. وبعدين سألوا تسليم ولا سألوا سالم ولا سألوا محسن أو سألوا صلاح أو منى أو أحمد أو مريم أو ضحى، يا ضحى أنت معانا؟ ها؟ سأل أنت عملت إيه إمبارح وأنت رايح المشوار الفلاني؟ المحاضرة عن إيه؟ شفت بقى إزاي؟ محاضرة وانا بسترجع بقى المعلومه من عقلي عشان اجاوب حضرتك او حضرتك. بنتكلم على توظيف خرائط العقل، في حاجه اسمها خريطه العقل، المكتبه اللي موجوده جوه ذهنك او جوه ذهني، بنستعيد من خلالها المعلومات. ازاي نستخدم خرائط العقل اللي عملها واحد اسمه توني اوزان، شخصيه عالميه مشهوره جدا لازم نعرفه، زي ما انت عارف او زي ما انت عارفه رونالدو ولا مين من اللي بيلعبوا الكوره، اللعيبه المشهوره يعني، لازم نبقى عارفين هؤلاء الاعلام الذين ساهموا في الفكر وفي المعرفه وفي التنميه البشريه. فخرائط العقل بنستفيد بيها في الحياه، في أي مشهد في أي مكان، بتخطط لحاجة، بتعمل حاجة، بتستدعي حاجة، بتذاكر، إن جيب أنت طالبة ولا خلصتي ولا معلمة ولا طبيبة ولا لسه بتدرسي، المهم بتوظفها حيث ما كنت في أي مكان. فبدأنا في تعريفها، هي إيه خريطة العقل؟ مكتبة في العقل تخزن من خلال الأرشيف، بتستدعي المعلومة، ومن خلال اللون ودلالة الألوان تيجي ترسم حاجة وتبسط حاجة، بيبقى واضح أمام حضرتك الرسم زي ما هنشوف. وبدأنا الحلقة برسمة لخريطة العقل، طبعا مش هينفع أرجع تاني، إنما إن شاء الله والحلقة مرفوعة على اليوتيوب بترجع تسمع إحنا قلنا إيه، أو إحنا بنكمل أكيد هتتابعوا معانا. ماشي يا ضحى؟ ماشي يا ضحى. يبقى اذا قولوا لي بقى، قول يا ان جي، اول حاجه في تذكر المعلومه هي ايه؟ دخول المعلومه الى العقل. هل دخلت المعلومه اللي انا قلتها العقل دلوقتي؟ ولا لا؟ نعم او لا؟ بدون حرج. في ناس تقعد تحكي ولا حد فاهم منها حاجه، وفي واحد يتكلم الناس فاهمه وبيقول ايه؟ وانا عندي قاعده في التدريس وده شغلي، بقول الطالب او المستمع اذا ما فهمش من اللي بيتكلم فالعيب في اللي بيتكلم مش في المستمع، دي قاعده عندي انا، عندي صلاح في السميع. اذا انا اتكلمت واللي حواليا مش فاهمين حاجه فالعيب فيا انا مش فيهم هم،
لأن المفروض أنا بخاطب كل واحد على قدر نفسه ومعنوياته وتفكيره. ده إذا صارحني هو وقال لي هو وضعه إيه. إنما واحد قاعد يهزلي دماغه وقال لي أنا فاهم، خلاص هو ده موضوعه هو يعني. طيب ده إذا المعلومة اللي بتدخل الدماغ المخ، أيوه، فتدخل الباب أهو، والرسمة إيه؟ ودي بنستخدمها في رسم خرائط العقل اللي عشان تديك الدلالة. ما يقول لك المعلومة بتدخل العقل يقام راسم له باب مفتوح أهو. أما بيقولوا بتستقر في العقل قام راسم لك حاجات مترتبة فوق بعضها عشان تعرف دلالات الرسمة مع الكلمة. لما قال لك بتسترجع المعلومة من العقل قام فاتح الصندوق ومطلع منه الورقة. وصلت الحكاية دي؟ فاهمين كلام، فاهمين دلالتها إيه؟ أيوه. طيب نروح للذاكرة، مش كده؟ نروح للذاكرة. ننتظر نشوف هيعطينا ايه. ادي اخر شريحة وبعدين ادي الذاكرة. ايه فاضية يعني ولا ايه؟ ولا لسه مفيش فيها صورة؟ ماشي فاضي كويس. نايم ده شغلان. ما كانش فيها معلومات. هنا بقى صاحبنا ده الفيل ده أقوى الحيوانات ذاكرة. وفي فيلم عن الفيل معمول إعلان لو تعرفه، طبعا لولا حظر استخدام الحاجات اللي على اليوتيوب أنا كنت وريته لكم، بس هو مكتوب على اليوتيوب ذاكرة الفيل. هو أصلا حاجة إعلان عن شوكولاتة أو عن حاجة، بس معمولة جميلة أوي. معمولة إزاي بقى؟ ركزوا معايا. طفل صغير في حديقة الحيوان بياكل شوكولاتة، والفيل الزغنطوط ماشي ورا أمه الكبيرة. فالطفل واقف بيداعب الفيل من بعيد وبياكل الشوكولاتة وبيمد إيده كأنه هيديله حتة يعني. فالفيل بيمد الخرطوم، فالتاني بيحط الشوكولاته في بقه وبيطلع له لسانه وبيقول له يعني مش عطيك. قط بعدين في حفله في شارع ماشيين في الحيوانات، والفيل في مقدمه الحيوانات، وصاحبنا راجل باشا كبير كده دكتور لابس البلوفر بتاعه ولا البدله بتاعته وواقف يتفرج، وبرضه عمال ياكل ايه؟ ياكل ايه؟ ها؟ يا رب الناس مش معايا، الناس نامت. ياكل ايه؟ شوكولاته. كبير كبير بقى. وفجأة بيدور دماغه لقى الفيل راح رزعه بالزلومه في وشه. ده مش اعلان، ده انا بقول لك هو موجود على اليوتيوب، بيستخدم في المواقف والمداخلات وحاجات في التنميه البشريه عشان اعمل خير وارميه البحر. لا، الخير ما بيترماش البحر، الخير بيبقى. وذاكرة الفيل ذاكرة حديدية، والفيل فضل مخزن لصاحبنا لحد ما شوف كام سنة عدت وقابله في الشارع وراح عين الزلومة وخبطه على قفاه. طبعا هو فيلم جميل ومدته قليلة جدا، بس بيوريك في النهاية ان الإساءة تبقى، متنساش. والفيل ذاكرته قوية جدا جدا جدا. شوف الواد كان صغير والفيل كان صغير، الواد كبر وبقى كبير وواقف في الشارع والموسيقى العسكرية ولا البتاع عمالة تعزف وماشيين الفيل، وفجأة الفيل راح واقف قدام صاحبنا ده وراح عين الزلومة ومن وراه على دماغه لقفاه وراح ضربه. يعني أنا فاكرك، ما تعملش في كده تاني. فالذاكرة هنا الرسمة جايبة الفيل لأنه زي ما بقول لحضرتكم هو أقوى الحيوانات الذاكرة في هذا الأمر. الاعتقاد الإيجابي يبقي على المعلومات، الاهتمام يبقي عليها، الفهم، التكرار، الربط والخيال، الألوان تساهم في الحفاظ على الذاكرة، المرح يبقي الذاكرة ويمنعها من النسيان. الناس لما تصاب بالاكتئاب وتشوف الواقع المجتمعي والواقع السياسي والواقع التربوي والواقع الحياة بشكل عام مؤلم،
دائما ما يصيبها بالإحباط ويصيبها باليأس ويصيبها بالنسيان، وتلاقي الناس ماشية في الشارع متنحة وماشيين مش مركزين، ووجوههم عليها الغضب، ومفيش في حالة من حالات الانشراح كده والسعادة. ها، فلهذا يكثر النسيان. المرح عدو النسيان يطول. ثم الحواس، اتكلم على تربية بالممارسة، مش كده تسنين الروح؟ تربية بالممارسة، تربية بالممارسة بتيجي بالفعل. لعلي أتذكر ما قرأت، ولكن قد أفهم ما شاهدت، ولكن لا يمكن أن أنسى ما درست أنا وقمت بأدائه. يعني أنت ممكن تقرأ فتفتكر شوية من اللي قريته، وبعدين تفهم أنت قريت إيه بالمشاهدة والاستماع. لما يبقى فيه شايف الصورة زي اللي أنت شايفينها قدامكم دي وسامعين صوتي، ثم أطلب منكم أنتوا بقى يا تسنين أنت تعملي خريطة، ويا ضحى اعملي خريطة، يا محسن اعمل خريطة، يا إبراهيم طردت فين يا إبراهيم؟ إبراهيم هيقول لي أنا قاعد في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب، اعمل خريطة يا إبراهيم. يا سالم أنت في مصر اعمل خريطة، يا خالة أنت في السعودية ولا في الخليج ولا في مصر اعملي خريطة، يا أحمد يا مريم يا ضحى يا أسامة ممدوح معانا هو وبنرحب بيه. نعم، كل واحد فيكم يعمل لي خريطة لأي شيء يقع فيه اهتمامات، بس يتنطبق عليها معايير الخريطة الجيدة باستخدام البرنامج، أو يعملها على ورقة ويصورها بالموبايل ويرفعها لنا. يعني مفيش حجة، ممكن تعملها بخط إيدك وعلى ورقة، وتقوم حاطط الموبايل أو الأيباد أو الأيفون أي حاجة جهاز معاك، وتقوم مصورها وبعتها. صح كده؟ ونفتح ونسيب باب العناوين مفتوح، كل واحد يختار اللي هو عايزه. انتوا شايفين احنا الموضوع بتاعنا متحول معظمه الى خرائط. تحدث الان عن الذاكره، لم نجد اجمل ولا اروع من الفيل لكي نضعه في المنتصف، زي ما قلت لكم بناء على الحكايه الجميله التوته توته اللي انا حكيتها. بعدين دلالات الالوان دي معيار من معايير اعداد الخريطه الجيده. امال ايه، لازم كل لون مودي على حاجه. فاذا الاعتقاد الايجابي والاهتمام والفهم والتكرار والربط والخيال تربط ما بين الحاجه وتتخيل، والالوان والمرح والحواس والمبالغه والرموز والايقاع الصوتي والتنظيم والارقام والحركه، الحركه بركه. كل الحاجات دي يخلي لك الذاكرة قوية. احنا ممكن ناخد بس محاضرة عن الرسم دي، مش كده يا ضحى؟ صح يا ابراهيم يا محسن؟ بقول ناخد محاضرة بس عن الرسمة دي فقط، بس اريد ذاكرة قوية. نقدم لكم في ملتقى الدارين هذه الحلقة في 5 دقائق، كيف تحافظ على ذاكرة قوية؟ يا ضحى عليك أن تعتقد اعتقادات إيجابية ولا تسيئي أبدا للآخرين بوجهة نظرك أو باعتقادك. كوني دائما مهتمة بالشأن الذي تقوم به. افهمي ما تسمعي، وافهمي ما تقرأي، وافهمي ما تقولي. كرري على نفسك ما فهمتي. اربطي وتخيلي بين كل كلمة وبين واقعها. استخدم الألوان قدر الإمكان. عليك أن تبدأي دائما بالمرح ثم المرح. وظفي حواسك المختلفة عند استدعاء المعلومة. يجوز لك أن تبالغ حتى يظهر الأمر في مكانه وفي موضعه. لا أقصد هنا بالمبالغة أنك تضخم أو تهول أو تضحك على الناس، لا، المبالغة المقصود بها الاهتمام. لا بد وأن تستخدم الرموز أثناء قيامك باستدعاء المعلومة. لا بد وأن تستخدم إيقاعك الصوتي. لسنوات طويلة كنا نذهب إلى الحقل ونمسك بالكتاب فنقرأ أبيات الشعر ونرددها على مسامعنا حتى تغرب الشمس، وبالتالي الإيقاع الصوتي والحديث أمر مهم جدا، يخلي المعلومة تثبت في ذهنك وفي وجدانك ويخليك تحب المادة وتنطلق هكذا. ها،
الطبيعة والبيئة تساهم أحيانا في صقل المواهب. التنظيم ظاهر قوي في الرسمة، ثم استخدام الأرقام كناية على الترتيب، ثم الحركة مهمة جدا التي تظهر في شكل الرسمة وحركة. صح كده ولا إيه؟ بس نلتقي بكم في الحلقة القادمة لموضوع آخر غير ممكن كده يعني. طيب، هو ده بياخد دخول المعلومة إلى العقل اللي هي المرحلة الأولى. ها؟ مش إحنا قلنا 3 مراحل؟ هتدخل المعلومة في العقل، بعدين يحصل لها إيه يا ضحى؟ إبراهيم، هيحصل إيه المعلومة بعد ما تدخل العقل؟ يتم ترتيبها، تتخزن، وبعد ما تتخزن نعمل لها إيه تاني؟ استدعاء. ممتاز، ممتاز، أنا كده مطمئن. فدخول المعلومة للعقل عايزة الاعتقاد الإيجابي. تركز على المركز الأول ستحقق الفوز، ويمكن أن تحقق المركز الثاني، ولو ركزت على المركز الثاني فلا تحقق إلا الثالث وربما الأخير. وهنا خلي بالكم من المسألة دي عشان مؤصل ليها التأصيل الإسلامي الجميل. إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى من الجنة. شفت بقى ازاي؟ الأمين هنا بينبه. اسأله الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى حاجة. الإتقان ده لغة. الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان. لماذا لا تجعل عقلك الباطن كشريك في نجاحك وتصر على اعتقادك في نفسك وفي قدراتك؟ إيه رأيك بقى يا اتش ان؟ الاعتقاد الإيجابي، كله يعمل اعتقاد إيجابي. ويتخيل نفسه دايما شايل الكأس ماشي. حلو، يا سلام. ايضا في مرحلة دخول المعلومة الى العقل، الاهتمام. تقول لنفسك انا هوصل بكذا، احب المادة التي تدرسها. الحب والكره ليس عملية لا إرادية. أحبها يعني. أحب المادة التي تدرسها. الحب والكره ليس عملية لا إرادية، لا ده إرادية. أنا بحب كذا أنا بحب المواد الثلاثة دي، 1 2 3، بحبهم كلهم. ماشي؟ ما لو مبسوط فرحان. مش كده ولا إيه؟ عشان تبقى مبسوط. عشان المعلومة تدخل لعقلك لازم تفهم، وبالتالي بينصحك انك تقرا الدرس وتستوعبه وتفهم معناه اول، وده يخليك تحط ارقام او خطوط تحت العبارات المهمة. اي طبعا، كي تعرف الاجزاء المراد حفظها وتميزها عن التي يجب فهمها فقط. ما هي دي قناعات بقى ذاتية. ما هو الميل يا تسنيم بيتكون بالاكتساب بسرعة من مواقف، والاتجاهات بتتكون من مواقف. فأنا ممكن، والميل دايما يرتبط بحب الشيء، أما الاتجاهات فالحب والكره. بالتالي تلاقي دايما يقول لك اتجاهات سلبية واتجاهات إيجابية، إنما الميل دائما في علم النفس هو الجانب الإيجابي، إنك تميل إلى كذا. بعد الميول والاتجاهات تيجي حاجة أصيلة بقى مهمة جدا وصعب تغييرها إلا من خلال يعني شغلانة طويلة، وهي القيم. لأن القيم محتاجة وقت طويل، اللي هي الفاليو، عايزة وقت طويل لتتشكل. لما يبقى مجتمع فيه قيم كله تلاقي مجتمع مثالي جميل، أفلاطون، مجتمع حلو. لما يبقى مجتمع متخبط منحل منفلت لا تجد فيه إلا الفوضى شعارا والعنف في ديدنه، يبقى ده مجتمع عمره ما هينفع ولا هينتج ولا هيثمر، هيفضل يخبط في بعضه إلى يوم القيامة. هو كده. الأرقام والخطوط وكده جميل قوي. تلاقي الواد ماسك كتابه ويقول لك أنا مش هدي كتابي ده لحد، لأن أنا ما بعرفش أذاكر إلا فيه. ليه؟ لأنه كل خط
وكل شخبطة بترتبط بحاجة معينة في ذاكرته، فلو جيت تديله كتاب واحد تاني شخبط فيه بطريقة تانية، انتوا معايا ولا لا؟ مش شخبط فيه بطريقة تانية ومحطوط فيه حاجات تانية، هيبقى أمر مزعج جدا بالنسبة له عشان يعمل نوع من الاستدعاء والمراجعة مرة أخرى. أي ضحى قالت: نعم والله كلامك صح، هي كده، كتابي أحافظ عليه، محدش ياخد كتابي مني. مش كده؟ الفهم هو كان قبل الفهم ايه؟ جزء من روح صاحب وصح. بس احنا عندنا في ثقافتنا، في مجتمعنا، مجتمع الحفظ والتلقين، الكتب بتروح لبتاع الطعمية بدري أتسنين، وبتتخزن في شويلة، مفيش لها مكان في البيوت. تلاقي الراجل مخلص جامعة أو خلص ماجستير ولا دكتوراه وقاعد في بيتهم، وفجأة يلاقي قرطاس الطعمية جاي عليه الكتاب، حتة من الكتاب بتاعه هو في الثانوية مثلا يعني، أو هو كده. ربنا يبارك فيك يا رب. شوف أنا سألت سؤال، راح ودوني فين؟ شوف ودوني فين على الحواديت. أقول لهم هو كان قبل الفهم إيه في مرحلة دخول المعلومة للعقل؟ قاموا كلهم ساكتين. الفصل اللي معايا ده فصل مشاغب. ضحى ساكتة، ومنى ساكتة، ومريم ساكتة، وأحمد ساكت، وأسامة وأحمد. إيه؟ ما قلنا إيه؟ مش قلنا الاهتمام يا أولاد؟ يا أولاد قلنا واحد الاعتقاد الإيجابي، مش كده؟ وقلنا اتنين الاهتمام، صح؟ وقلنا ثلاثة إيه؟ ثلاثة الفهم. الله. وبعدين أربعة التكرار، والتكرار بيعلم الشطار، صح يا أبو خليل؟ اكتب عندك، سجل سجل واعملها خريطة. تكرار المعلومة يساعد على تثبيتها بشكل أفضل، والكتاب والشيخ وهو قاعد بيسمع آمين، والعيال وراه آمين، رددوا يقرأ عين سين قاف، يقرأ. ولو ما سمعش كده من الشيخ، بدل ما يقرأ عين سين قاف يروح قاريها لوحده من غير الشيخ، يقول لك ايه؟ سمع يالا، يقول له بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عسق عسق، قال له عسق يا ابن الراجل الطيب، عسق ايه يالا؟ انت جيت يا دي الحصه اللي فاتت؟ ايوه يا استاذ انا جيت. جيت يا ابن 60 في 70، تعالى يا كذاب انت وحش، انت لو جيت كنت عرفت انها مش عسقه، هي عين سين قاف كده. انه ما سمعش، تكرار ورا الشيخ، القدوة والصحبة بتعلم، وبالتالي التعلم الذاتي مهم وجميل، بس بيجي في مرحلة معينة. يسبقها ايه؟ والف لام ميم الم نعم الى اخره يعني. فالموقف ده حصل مع رحمة الله عليه فضيلة الشيخ الشعراوي، زوغ مرة من الكتاب وما راحش، وبعدين خد المصحف وقعد حفظ الورد بتاعه، وراح تاني يوم للشيخ، سمع يا ولا، سمع يا ابن شعراوي، فابن الشعراوي بيقول له عسق، قال له عسق، ابعت هات الخرزانة يا ولا. نزل فيه بقى، اداله الطريحة اللي هي، وبعت لابوه جابه، قال لك من يوميها ما بطلت ازوق، عرفت ان الموضوع لا مش شطارة يعني، الى اخره. رحمة الله عليه، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. تكرار المعلومة حلو. ايه تاني؟ دخول المعلومة بقى للعقل. دخلت العقل من خلال الربط والخيال،
سهل جدا تحفظ معلومة جديدة لو ربطتها بمعلومة قديمة موجودة أصلا في الذاكرة. هنا بديك مثال، ما هو ترتيب سورة يوسف في القرآن؟ مثال: عدد إخوة يوسف 11 ويوسف 1، إذا هي السورة رقم 12. ما هو عدد آيات سورة يوسف؟ يوسف 1 زائد إخواته 11 يبقى بتساوي 111، وهو عدد آيات السورة. لو عملت ربط ما بين ده وده ما تنساش هذا الكلام، مش كده؟ اه، مثال حلو. ما عدد آيات سورة يوسف؟ يوسف 1 وإخواته 11 يبقى 111. طب إخوة يوسف؟ ها؟ 11، ويوسف 1 عدا يوسف، إذا هي السورة رقم 12. الربط. الألوان، إحنا شايفين الألوان ما شاء الله من بداية الحلقة، حاجة جميلة أوي أوي أوي، عشان الناس اللي موتت التربية الفنية في المدارس ربنا ينتقم منها ويسامحها. الناس اللي أماتت غرف التربية الفنية في المدارس للنابهين والمتميزين حتى للمتفرجين اللي هو زي حالات، يعني أنا أحب أتفرج كده على الحاجات دي. ها؟ ما عنديش موهبة الرسم والحاجات اللي زي كده. ايوه، موهبتي بعيدة عن الرسم، انا احب اتفرج على الرسومات الجميلة. اللون عبارة عن طاقة مشعة لها طول موجة وتردد تقوم شبكية العين بترجمتها. يا سلام. والوقت بقى احنا داخلين على ال LCD، وداخلين على ال 3D Dimension، وداخلين على عالم هيعلم بولا ربنا الأيام اللي جاية دي. هتبص تلاقي البشر خارجين من التلفزيون قدامك وانت قاعد، تلاقي الطبيعة أمام عينيك مجسمة في الأيام القادمة، وإن كان موجود الآن الكلام ده. وبالتالي توظيف التكنولوجيا في إسقاط على الطبيعة مسألة مهمة جدا، وتوظيف ده في الفصول مسألة أهم، والاستفادة من ده هو ده المهم. الألوان مهمة عشان نستخدمها بشكل، إيه رأيكم في الكلام ده؟ أيضا نمرة 6، قلنا الألوان طاقة مشعة، اللون يعني تعريفه طاقة مشعة لها طول موجة وتردد تقوم شبكية العين ده بترجمتها. العيون، اسمعوا عن لغة العيون وخطاب العين. ادي العيون، اللي عينه سودة واللي عينه خضراء واللي عينه بني واللي عينه بتاع، واللي مش باين له لون خالص يعني. رابط ايه اللي لا يظهر؟ رابط ايه؟ اي رابط يا مان؟ ده اسامة بيسأل. هو قصده يمكن على التحميل عنده ما بيظهرش الصورة يعني، وده مشكلة في النت، النت عنده بيبقى ضعيف، فهو الحل انه يشوف الحلقة ان شاء الله بعد ما تشتغل يعني. الرابط الذهني، الرابط الذهني ايه اللي لا يظهر؟ مش فاهم، وضح سؤالك. احنا بنقول تعريف اللون، اللون ماشي، ما احنا في الالوان عبارة عن طاقة مشعة لها طول موجة. الناس اخواننا اللي في التربية الفنية بقى متخصصين، لها طول موجة وتردد، الشبكية هي اللي بتترجم هذا الكلام وتشوف. في ناس عندها عمى ألوان، وفي ناس تحب لون على حساب لون تاني، كل نمط شخصية بيختلف من الآخر حسب ظروفه وحسب مواقف الحياة اللي مر بيه، مش كده؟ كمثال سورة يوسف. طيب احنا وصلنا لرقم ايه؟ كل ده تخزين المعلومة في العقل. الله على الرسمة الجميلة، الله. الوان، كل الالوان، مدلولات الالوان. مهدئ، سجون وغرف نوم. حلو. يعني مثلا لو مش عارف تجيب ربط بين الشيء اللي بتحفظه تعمل ايه؟ ده معنى سؤالك. مريم
بتقول زي مؤسس الفيسبوك كده كان عنده عمى الوعد. تقصدي ايه بقى؟ قولي لي، فهم الناس يعني بجد. وما زال في اشكاليه مش كده بنحس بيها واحنا جوه الفيسبوك، بنحس بيها. هم عمالين يطوروا بس مش عارف، تطوير كده رهيب بطيء بطيء. يعني التقنيات اللي المفروض ترفق وتلحق بالصفحات، ايوه ممتازه يا مريم، بس انت بتغيري في السيمز الحاجات في التطبيقات اللي نازله مع الجوجل كروم، بتروحي وتختاري وتنزلي التطبيقات اللي انت عايزاها وتغيري الصفحه كلها. ولا ايه رايك؟ ما انا برضو ما اعرفش يعني، انا عندي امنيه في هذا الامر. اكيد اكيد في مساله مزعجه، والاعلانات الجانبيه اللي احيانا تظهر اعلانات مخله بتخليك لازم تروح تنزل برنامج معين، تعمل ديليت او تعمل اخفاء لهذه الاعلانات، ولا المادي المفزع، لانه في النهايه عايز يلم فلوس، واحنا بالنسبه لنا شعوب ما حدش هيروح يدفع فلوس عشان يشترك، انما في ناس وشركات ومؤسسات وافراد بيدفعوا، فده اللي بيجيب له فلوس لحد بقى ما يطور ويصل الى ما يريد. على كل ايوه، لما بتغير فعلا ومش عاجبك التغيير ما تعرفش ترجع الاول. برافو عليك، صح صح خير. بس هو عموما وجود الفيس تسبب او مريم قالت انا رجعته، وجود الفيس تسبب في وقف حال الياهو وغيرها من الحاجات الخاصة بالميل قدر الإمكان، عمل نوع من الفتور وقف عليهم. يعني احنا لازم برضو نقول ما نراه، ان وجود مثل هذه الصفحات والتواصل الاجتماعي خلى الناس تتواصل بالرسائل وبالبتاع ده من خلالها، وعمل نوع من الفتور لدى محركات او يعني مواقع اخرى كانت ذات اهميه في كده. ثم دخول الشات ايضا المسموع والصوتي ربما لمن اراد ان يطور صفحاته ايضا وقف حال الاخرين. على كل شفتوا الالوان، دلالات الالوان مهدئ ومسكن، يساعد على الاسترخاء ومش كده وبس يعني، انما وجوجل بلس ده مثلا بنفسه حاليا بنحاول ان احنا نبقى فيه، وتحس ان انت مشتت يا ماري، ما انتش عارف مسألة توحيد الباسورد واليوزر في المسائل دي مسألة مهمة، عشان ده اللي بيعمل التشتيت وبيخلي الواحد حيران وينسى احيانا هو ترى تبع ايه. يزيد الوقاية ويمنع العدوى اللون. الله، يسر الناظرين المدارس. ده هو بيجيب ايه؟ جايب اللون ودلالته. واخدين بالكم ولا ايه؟ واخدين بالكم؟ حد يقول لي هنا هو جاب الموف وقال لك ده هادئ، يحطوه في السجون، هو ما اظنش انه في السجون عندنا، وغرف النوم ماشي ده ممكن، ها عند الناس اللي هي بتقعد تصمم حاجتها بنفسها. ماشي. وبعدين اللون الأصفر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، خدين بالكم أهو نص القرآن كده يا ضحى، أهو مدارس ومستشفيات وكده، بس طبعا الثاني بيبقى لونه باهي، إنما هو كده أمر مهم جدا. المسألة الهامة جدا أيضا إنه مسكن يساعد على الاسترخاء الأذى. عشان كده هقول لكم على معلومة جميلة أول وقت. أيوه، الأحمر دفء وطاقة ونشاط، بيحطوه في العناوين. الأخضر البهجة والمتعة في الحياة،
وبيخلوه في ثياب الجراحين، مش كده؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. البني ده فاتح شهية بيحطوه في المطابخ. شغل جامد قوي هنا في الرسمة الجميلة دي. الأسود، كاتب ايه، اكتئاب ولا اكتئاب؟ مصدق للشهيد. وبنكتب بيه. شفت الرسمة؟ شفت الخريطة؟ خريطة جميلة، نرجعها تاني كده. بيقلل الشهيد. شفت؟ وجايب لك الفرشة اللي هي بترسم، حط مدلولات الألوان. ده لوحده محاضرة. والله. ونجيب بقى أستاذ التربية الفنية في قسم الفنون أو الرسم يعني، ويشرح لنا الكلام ده ويعمل تطبيقات. عشان كده دايما اللي عايز يخس، عشان كده يا سالم تلاقي التيكاوي، المطاعم التيكاوي دايما ما يحطلكش فيها الأزرق اللي هو السماوي ده، ها؟ دايما يحط لك الاحمر ده فيها، او معاه بيبقى اللون الايه الغالب عشان الناس تمشي، تاخد حاجتك وتمشي جري، ما تقعدش. الوان اللي هي الفقع قوي دي، انما بقى لو كله هيدخل بقى ايه وريلاكس، يبقى ان شاء الله المطعم محدش هيمشي. هو عايزك تاخد اكلك وتتكل على الله، تاكل في العربيه تمشي ما تقعدش. دي معلومه يعني. ايه رايكم في الكلام ده؟ محاضره مهمه قوي، محاضره في غايه الاهميه. هنكتفي النهارده ان شاء الله بخطوات مراحل دخول المعلومه الى العقل، وهندي الواجب نمره 7، تنظيم والترتيب والتسلسل. شوف التروس، شايف الريس ده شغال اهو. لا يؤدي الناس إلى جهنم إلا حصائد ألسنتهم، لسانك حصانة سمت صانك كنت فانك. الريس ده اللي عمال رايح جاي ده، ده لو يتظبط مفيش حاجة. ده شغال الأيام دي، الناس شغالة تروس عين. والخريطة أهي، استخدام الخرائط العقلية في تنظيم المعلومات لكافة الموضوعات يسهل تخزينها بالنظام في العقل، مما يسهل استرجاعها بشكل أسرع. شوف رسمة رائعة، تنظيم وترتيب وتسلسل. ده المعمول ده. أيضا الأرقام في الصف، حط على الخريطة أرقام تضيف تحديد وكفاءة لمبدأ الترتيب والتسلسل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، هكذا. ايضا المرح، حط الصور يعني، حط صور اطفاء عناصر المرح والسخريه على المعلومات يجعلها اسهل الحفظ. كل حاجه لو قدرت تحط لها حاجه يبقى كويس. والحمد لله الصور متوفره جدا اللي بتديك دلاله على الحاجه اللي انت كتبها. دي كلها موجهات يا جماعه لما تيجي ترسموا الخريطه. المبالغة، شفت هنا مقصود ده ايه؟ اهو جميل. اتكلم على القائد مثلا، وقفهم طابور اهو، وبعدين هو مميز ببدلة حمراء. البنتين دول كل واحدة قدامها بطيخة اهي، حطها. الأسد اهو واقف عامل ده، دلالة القوة النظام. ترتيب، اختلاف في اللون والصوت والحجم والشكل، اختلافات دي بتدي للخريطة إثراء كبير جدا. شفت هنا الدلالات والأحجام والأشكال، حاطة دلالة مهمة جدا. دي معنى المبالغة أثناء رسم الخريطة، أثناء دخول المعلومة إلى العقل. استخدم الحاجات دي. الرموز لها تأثير كبير على الذاكرة، تتذكر عدد كبير من الناس، يتذكر عدد كبير من الناس بعض الموضوعات من الرموز. للأم رمز الشمس، صح؟ والقمر هيبقى مين؟ القمر. والنجوم النجوم. كل واحد بقى، الأب رمز القمر، والقمر اهو موجود.
هو بدري بقى وبتاع كده، دي حاجات اهي مؤشرات جميلة وحاجات ممتازة. أي شيء اديله رمز يبقى واضح أوي أوي وأنت بتشتغل كده. ثم الإيقاع الصوتي، بتفتكر دروسك زي ما بتفتكر الأغاني، كان زمانك في لحظة حلوة دي. الإيقاع الصوتي، لو كنت بتفتكر دروسك زي ما بتفتكر الأغاني كان زمانك في لحظة. ده جايبها آخر واحدة النهاردة ولا إيه؟ مش كده؟ آخر واحدة النهاردة من الحاجة اللي نزلت لنا يعني. كويس، كفاية دول. هنقف عند 32 عند دي، ونبقى إيه نكمل الباقي، لأنه ولا لسه، خلينا نشوف. الحواس، عايز تقول له قول لي، ها كده اهو جايب الشفاه برضه مهمة لدخول المعلومة للعقل اهي. قول لي، أرني، شاركني كده. تنوع في تكرار المعلومة التي أود أن أتذكرها باستخدام أكثر من عدد من الحواس، ودي أنا علقت عليها لحضراتكم بشكل واضح جدا. استخدم الكلمات، الصوت، لغة الجسد، وتعبيرات الوجه، أرجعها تاني لأن دي مهمة جدا 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 في مهارات الاتصال. شفت إزاي؟ 55%، بعدين 8%. لغة الجسد أعلى حاجة، الصوت 5 في 8%. دي كفاية قوي لو بنبلغها رسالة ليك واللي بيسمعوا الحلقة إن شاء الله من على اليوتيوب، كل الناس اللي هتسمع الحلقة دي وهتتابعها مع أكاديمية الدارين ومعي ومع حضراتكم الفريق الجميل الرائع اللي موجود معانا. لازم نعرف إن لغة الجسد وتعبيرات الوجه تميز المعلم المبتهج الرائع الجميل عن المعلم الضعيف الفاشل الغير قادر على التعامل مع طلاب. المعلم الصمم والرئيس الصمم والمسؤول الصمم في المؤسسة هو ده اللي أول ما تشوف خلقته كده وشه تقول ده راجل ما شاء الله عليه، مش هيقدر يتفهم منه حاجة ولا أنت عارفه هيقول إيه، لأن لغة جسده وتعبيرات وجهه لا تعبر إلا عن السكون وعدم القدرة على استخدام. لهذا لا ينوع في لغة جسده وطريقته وإشاراته وإيماءاته، وعشان كده في التعلم، عملية التعلم 55% من بقاء أثر التعلم وارتباط ودخول المعلومة إلى الذهن رايح لإيه؟ رايح لإيه يا رجالة؟ رايح للغة الجسد وتعبيرات الوجه. مهمة قوي دي، مهمة جدا في تفعيلها في المدرسة أو في الجامعة أو في الشارع أو في المؤسسة التعليمية. الحركة بركة، تقوم الحركة خلال أي صورة بتقوية الذاكرة مما يسهل عملية التذكر. ممكن ترفق حاجات بتتحرك وانت راسم الخريطة زي اللي قدامك ده، أنا ما أضيفش حاجة من عندي أهو. بارك الله في من أتى بمن أتى ومن هيأ وصنع. حركة أعطيك إشارة تخلي المعلومة تثبت في ذهنك. فاكرين الكورة اللي الدكتور صلاح حطها لنا أهو؟ فاكرين الفيل اللي الدكتور حطه وقعد عرض من خلاله بقاء المعلومات في الذاكرة تمشي إزاي؟ وحط الفيل في النص أهو، الحركة. وبعدين بدأنا نتكلم عن كل واحدة لوحدها. استعان بالأشكال الفنية ذات الأبعاد الثلاثية لإضفاء حركة على الموضوعات. مهم جدا جدا هذا الكلام. ثم ذهب إلى العقل، وهنيجي عند العقل ده ها ونقف، لأن العقل زينة، ونقول بقى إيه كفاية قوي اليوم النموذج الذي استدعيناه. الشريحة دي رقم كام؟ 35. خمسة وإيه؟ و30. نروح لما بدأناه في خريطة العقل. أحبائي الكرام، اليوم تحدثنا عن هذه المقدمة الهامة
لخريطة العقل، خريطة العقل التي نريد تطبيقاتها من خلال حديثنا عن نشأتها، تعريفها، ثم الذاكرة. تناولنا الثلاثة دول النهاردة. ماشي يا سالم، خدنا النشأة والتعريف والذاكرة. ثلاثة، كيف نؤسس للذاكرة من خلال استقبال المعلومة وبقائها في الذهن، ثم تعريف خريطة العقل بأنها أرشيف، بأنها خريطة طريق، بأنها مكتبة، ثم كيف نشأت مع توني كوزان الذي أسس لها. فاضل الحديث عن العقل، ثم مكونات الخريطة، قوانين الخريطة، خطوات بناء الخريطة، استخدامات الخريطة، ثم كيف نوظفها في فن الاستثمار وفوائدها. هذا هو ما سنتناوله في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وأنا أعرض لكم النشأة الهامة التي بدأت مع هذا الرجل توني جوزان، غيرت حياتي. فهل منكم من يرغب في أن تغير حياته؟ كان هذا السؤال مطروح اليوم. ثم الكبار والمتميزين دائما لديهم رؤية أكثر تفاؤل، أكثر تركيز، لا يتقبلوا الرسائل السلبية، مسابرين في كل ما يقوموا به من عمل، متميزين كمحمد علي كلاي وغيره ممن تميزوا، يأتوا بكل ما هو جديد. ولهذا كان هذا الرجل توني بوزان أول من أضاف الجديد إلى هذا العلم، وكتبه كثيرة ومؤلفاته كثيرة. ذهبنا إلى تعريفها، مكتبة منظمة، خريطة الطريق، جهاز فائق للاسترجاع، أداة تحول المعلومات إلى شكل بيان منظم، أيضا تقنية رسومية تساعد على استخدام طاقة العقل لتسخير مهاراته. جهزنا للمراجعة، تحدثنا عن استرجاع المعلومة، دخول المعلومة، استقرارها ثم استرجاعها، ذاكرة فارغة ثم ذاكرة مليئة. وقفنا أمام ال 14 نموذج، بارك الله فيكم، وقفنا أمام ال 14 نموذج، هم دول اللي أنا هثبت عندهم هذه الشريحة لأختم بها لقائي. ما الذي استفدناه اليوم من هذا اللقاء أحبائي الكرام؟ كل واحد بشكل سريع يختار له حاجة ويقول وجه الاستفادة. هل هناك طرق تسهل علينا وجود الرابط الذهني كمثال صورتي؟ أنت الذي يبحث عن الطرق لإيجاد الرابط، وليس نحن. انت تشوف النموذج ده وتبدا تعمل له نوع من التعامل. انت الذي تضع خريطه في تنظيم حياتك في ضوء هذه الخرائط. لا يمنعك احد ابدا من ان انت تبدا تشتغل بكده. جيب ورقه بيضاء وحطها قدامك وابدا اعمل نفس الخرائط. ستجعل الفهم هو شعارك وديدنك، ستجعل الابتكار لانك تبتكر طرق جديده ديدنك، ستجد الصورة أكثر، ستبقى المعلومة في ذهنك وأثر التعلم، ستصبح أكثر إيجابية في تعاملك، ستصبح أكثر تنظيم، وستبقى المعلومة في الذهن وقت طويل. ممتاز، أنت استفدت هذا؟ ممتاز مريم، استفدت معلومة من خلال الربط من ترتيب صورة يوسف وعدد آياتها وعدد إخوة يوسف، أشكرك شكرا جزيلا. سالم، لدخول المعلومة يجب عمل الربط والخيال، أشكرك. تسنيم، موازين الحفظ، أشكرك. فين خولة وفين فردوس؟ سابونا ومشي ولا إيه؟ يا خولة وأحمد وضحى، يا ضحى استفدت إيه؟ ومحسن ومنى، يا منى أنت ساكتة ليه يا منى؟ لا أسكت الله لك صوت، قولي استفدت إيه؟ أنا عاجبني الفيل ده أوي، حكاية الفيل دي كويسة أوي، اللي ما بينساش الإساءة. إحنا كده محتاجين لكام فيل يمشوا في شوارعنا. الألوان لها دور إيجابي في الخريطة الذهنية، ممتاز سالم، بارك الله فيك. يلا يا شباب، ضحى مش عايزة تكتبي حاجة يا ضحى، أنت ولا محسن ولا منى أخص مني. ضحى الحمد لله، الحركة والمرح ممتاز. تسنيم،
كلما تنوعت الحواس في العملية التعليمية وكثرت كلما كانت العملية التعليمية أفضل. أولا أشكرك، أنا كنت مبسوطة من ربنا يخليك يا رب وبارك فيك، ربنا يكرمك. أنا عارف والله إنه كثير ممن يفضل الصمت والسكون بيكونوا مركزين، وهذا نمط من أنماط الشخصيات، يعني النمط البصري دائما يفضل ساكت كده وقاعد، والنمط السمعي النمط الحركي بقى بيبقى عايز يكتب دايما ويتحرك ويقول ويتكلم، وده برضو احد انماط الناس اللي نقدرهم، وبالتالي انا اقدركم جميعا، ولكن من حقي ان استمع اليكم لاطمئن ان الناس اللي كانت معايا وصلتها الرساله بشكل واضح. بس هو ده هدفي، يعني هدفي ان انا اطمئن ان الناس اللي معايا ما غابوش عني، ما كانوا معي من البدايه الى النهايه، او هكذا اظن أني حاولت أن أكون معكم وبينكم وبكم اليوم، وعشان أما نكمل اللقاء القادم إن شاء الله ونوزع عليكم المهام، وأنا بقول لكم بجد بجد من الآن من اللحظة دي بعد ما نقفل الغرفة اخرجوا خدوا الرابط، وأتمنى أن الدعم يكون، أتمنى يعني أنه يجيب لنا رابط البرنامج ويضعه لمن أراد تحميله، برنامج خريطة العقل. انا عشان بكلمكم مش قادر اروح للجوجل واكتب واجيب الرابط واحطه، او صفحه توني بوزان الصفحه نفسها نحطها وتنزل منها البرامج. ربنا يبارك فيك يا رب وكرمك، والواجب بتاعكم كل واحد يعمل له خريطه بقى، كل واحد يعمل خريطه. ابراهيم هو ان لا اسكت الله لك صوتا من المغرب نعتمد عليها لدخول المعلومه للعقل، نعم مهم جدا. الواجب عرفناه ايه، ممكن اسم البرنامج، ما احنا قلنا ماين ماب خرائط العقل، اعادة الخرائط التي تخص الذاكرة، اهي قدامنا اهي، الاعتقاد الايجابي، الاهتمام، الفهم، التكرار، الربط والخيال، الالوان، المرح، الحواس، المبالغة، الرموز، الايقاع الصوتي، التنظيم، الارقام، الحركة. انت عايزه ايه تاني؟ المفصله، اعيد المفصله يا خوالي. حاضر يا خوالي، امري الى الله. الاعتقاد الايجابي، مين؟ الاهتمام، ثلاثة، الفهم، أربعة، تكرار. ممكن اللي معاه موبايل يصورها فكرة يعني. خمسة، الربط والخيال، اللي معاه موبايل أو أيباد يقوم مصورها كده كصورة. ستة، الألوان. سبعة، دخول عاطي الألوان ثلاث شرائح، دلالات كل لون، تنظيم والترتيب والتسلسل، الأرقام، المرح، المبالغة أي الاختلاف في اللون والصوت والحجم والشكل، حطها في الخريطة الواحدة يديك دلالات جميلة، اسمها المبالغة، الرموز، الإيقاع الصوتي، الحواس، لغة الجسد وتأثيرها وأهميتها، نعم طبعا، الحركة، وزي ما بقول لكم قريبا كل الميديا وكل التلفزيونات وكل الشاشات هتكون فيها ال 3 دي دايمنشن، ما عادش بعد كده وموضوع لبس النظارات والكلام الفاضي ده هيتشال هيشيلوه وهيتحط كتقنية موجودة في الشاشة نفسها، مش لازم تلبس نظارة بقى ولا لازم، والله الله أعلم يعني يعملوا إيه، المهم إنه هيبقى متاح، يعني هتحس إنك قاعد مع الحدث في المكان كل يوم والتاني. النانو تكنولوجي ده ولا بالضبط، دخلنا بقى في قصة جديدة وعالم آخر. ماشي، الحلقة اللي جاية هنتكلم عن العقل، الجزء الأيمن والجزء الأيسر، توصيفاته، وده مسؤول عن إيه وده مسؤول عن إيه، ونوقف كل حاجة لحد ما نل
نلتقي إن شاء الله. الواجب الخرائط، الواجب الخرائط يا شباب يا جميل. أيها الأحبة الكرام، سعدنا بكم وأتمنى أن ألتقي بكم على خير. صفحتي على الفيس باسمي دكتور صلاح عبد السميع. هذه صفحتي التي نتمنى أن تتواصلوا معنا من خلال. بارك الله فيكم، وتحياتي وتقديري لكم، ونسعد بحضراتكم دائما. لدينا هذه الصفحات الهامة. نعم، هذا الذي أرسلته، هذا الأكاونت، ثم هذه الصفحة تحتاج إلى مشاركتكم، ثم الرابط يا مريم يا ريت نضعه. أنا أحاول أن أضع لك رابط الحلقات إن شاء الله، دورات دكتور صلاح أمام حالا حالا. أساعدنا الدعم، أنا أشتغل مع الدعم. أيوه، هذا هو رابط الحلقات، جروب الحلقات، مهم جدا للتواصل مع حضراتكم إن شاء الله. أيضا ماذا لدينا هنا؟ كفاية أوي دول، كويس؟ طيب، احنا محتاجينكم في الإعجاب الصفحة، ثم الرابط، ثم الدورات والأكاونت عند حضراتكم. نسعد بحضراتكم، شرفت بكم وسعدت بلقاء حضراتكم. وكما بدأنا في حالة تناغم ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لشعبنا ولأمتنا ولإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، وأعها برعايتك، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم.